تيلا روفيرا المحققة لدى منظمة العفو الدولية أن الجماعات المسلحة في سوريا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. روفيرا التي قضت عدة أسابيع في سوريا مؤخرا قالت إن الإرهابيين لجأوا إلى أساليب وحشية في استهدافهم أفراد قوات الأمن والجيش والمدنيين، مضيفة أنهم أسروا أشخاصا وأنها رأت أدلة على قيامهم بضربهم والتنكيل بهم وقتلهم في بعض الحالات. وختمت المحققة أن من المهم السماح ببقاء المراقبين للمساعدة في جمع المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. جدد ألكسندر